الشباب تجوا من الفضاء متعددي المشارب، يعني مشارب متعددة، وينخرطون يا إما كما قلت من داخل أندية سينمائية أو جمعيات أو إلى غير ذلك، أو يمارسون هذا الفعل كتمرين تطبيقي لدروس نظرية إذا كانوا في مدرسة. إذا كانوا في مدرسة، لأن حتى عندنا في المغرب عاد انطلق عندنا في المغرب بعض مدارس للتكوين السينمائي. أيضا أحيانا تكون ملاذ لبعض الشباب، ملاذ لفئات أخرى من الشباب تسعى من خلالها لتجاوز الإحباط الناتج أحيانا عن عدم استكمال الدراسة. مجموعة من الشباب اللي عانوا من هذا المشكل، لأن إحنا في التعليم ديالنا ما عندناش خيارات أخرى، عندنا خيار أدبي علمي، كاينش خيارات أخرى اللي الشاب تختار أنه يمشي السينما، ولكن ما تلقاش فين يمشي أو ما كاينش هذا الخيار هذا. إذا وتيدخل في هذه المغامرة أنه خصو يدير السينما.